شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. حاجة نعرفوا لا بوزيسيون ديالنا في لينونسي، واش حنا اشتور او بيان فوندور. ردوا معايا البال مزيان الله يرضي عليكم، لان هذه الفقره هذه هي اهم فقره في لا كونطابيليتي جينيرال، والا فهمناها راه ما غاديش نلقاو حتى شي مشاكل من بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم في حلقه جديده من حلقات دروس ليكونوميست خولتي. واليوم ان شاء الله تعالى غادي نكملوا في لو موديل دو لا كونطابيليتي جينيرال، وغادي نشوفوا ان شاء الله تعالى لي نوسيون دو دو كونط ressources emploi débit crédit et la notion de la partie double. فعلى بركة الله ان لا كونطابيليتي جينيرال تتفهم بليز اكزارسيس و بليتود دي كا. الوغ le 1er 10 2020، l'entreprise Alpha a acheté 10 000 dirhams de marchandises à son fournisseur Ahmed. L'achat est réglé au comptant, c'est-à-dire par caisse. Très bien. D'aujourd'hui, chaque énoncé, أول حاجة نعرفوا la position ديالنا في l'énoncé, واش حنا acheteur ou bien vendeur. ومسألة أخرى جد مهمة هي أننا نعرفوا كيفاش ندوزوا l'écriture ديال les deux positions. يعني إلا تطلب منا la position de l'acheteur نعرفوا نكتبوا la position de l'acheteur، وكذلك نعرفوا نكتبوا حتى la position du vendeur. فوالا ليسونسييل عندنا في هذه الحلقة هو أننا نعرفوا لو كونت، نعرفوا la partie double، نعرفوا la notion ديال emploi ressources. ألوغ هنا عندنا واحد المسألة مهمة فدي نونسي، هو ان عندنا جوج ديال لي فلو كيف ما تعرفوا جينيرالمون دو فلو، كاين لو فلو ريال وكاين لو فلو مونيتير. لو فلو ريال سو سون لي مارشانديز اللي خرجوا من عند لو فورنيسور ودخلوا لعند لونتربريز، الوغ كو اون كونتربارتي لو فلو مونيتير تيخرج من عند لونتربريز الفا وتيمشي لعند لو فورنيسور احمد بلو مونطون ديال 10000 درهم. فوالا الوغ هنا بالنسبه لا بوزيسيون ديال لاشتور لونتربريز الفا، عندها ان فلو ريال اونطرون، عندها ان فلو ريال اونطرون. دونك لونتربريز الفا، ردوا معايا البال مزيان الله يرضي عليكم، لان هذه الفقره هذه هي اهم فقره في لا كونطابيليتي جينيرال، والا فهمناها راه ما غاديش نلقاو حتى شي مشاكل من بعد. الوغ لو فلو ريال اونطرون داخل عند لونتربريز الفا. Alors, ملي كيكون عندنا فلو ريال اونطرون سا كنسميوه ان امبلوا. باغ كونطخ لو فلو مونيتار تيخرج من عند لونتربريز الفا و تيدخل عند لو فورنيسور احمد، هذا كيتسمى بالنسبه لاشتور اون غوسورس. بعباره اخرى تنقولوا مثلا هاد لاشتور شنو هما لي غوسورس لي بيهم شرا لي مارشانديز. دونك بالنسبة ليه لي مارشانديز سي ان امبلوا، والفلوس اللي خلص بهم هادوك لي مارشانديز كيتسماو غوسورس. هادي مسألة جد مهمة. دونك لو فلو ريال اونطرون سي ان امبلوا، لو فلو مونيتير سورتون سي اون غوسورس. لاشتور تيسول راسو تيقول منين جاوني الفلوس باش نشري لي مارشانديز، دونك جاوني من لي غوسورس، جاوني من الفلو مونيتير سورتون. تري بيان. بالنسبة لو فوندور العكس، لو فوندور هو لو فورنيسور، خارج من عندو الفلو ريال، خارج من عندو، دونك الفلو ريال بالنسبة ليه سي ان سورتون، ألوغ بالنسبة ليه سي اون غوسورس، ألوغ كو الفلو مونيتير سي ان إليمون أونترون، دونك سي ان أمبلوا بالنسبة لو فوندور. D'abord, on va schématiser avec un compte, ce qu'on appelle le compte en T. Le compte en T. Alors, c'est la position de l'acheteur. L'entreprise Alpha. L'entreprise Alpha, c'est Google, achat.
achat de marchandises. يعني شريت لي مارشانديز وخلصتهم بالفلوس بار كاس. عندنا ان كونت سميتو كاس. الوغ بالنسبه لهاد 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 لوبيراسيون هادي عندنا لو فلو ريال. لو فلو ريال انترون انترون سي ان امبلوا. هنا تيكون عندنا فهاد لا بارتي امبلوا فهاد لا بارتي ريسورس فهاد لا بارتي امبلوا فهاد لا بارتي ريسورس. فوالا بالنسبه للاشتر منين جاوا لي ريسورس باش يشري هذوك لي مارشانديز. دونك لي ريسورس جاوا من لا كاس. دونك هنا تنحطوا 10000 درهم ريسورس. فوالا لا ريسورس دو لوبيراسيون. يعني ها منين جاب الفلوس باش شرا لي مارشانديز. وهادي سي تان نون بلوا تنحطوا هنا 10000 درهم. فوالا باغ كونتر لو فوندور باغ كونتر لو فوندور لي هو احمد par contre le vendeur les ou Ahmed هنا vente de marchandises هنا caisse. يعني باع لي مارشانديز ودخل الفلوس في لا كيس. دونك هنا emploi هنا ressources emploi ressources. يعني بالنسبه لي المصدر ديال الفلوس منين جاو الغوسورس ديال الفلوس ديك 10000 درهم الغوسورس ديالها المصدر ديالها منين جا من عمليه البيع. اذا كنحطوها في لا غوسورس. لومبلوا ديال ديك 10000 درهم شنو دار بها؟ حطها في لا كيس. اذا في لومبلوا. فوالا دونك هنا شرحنا لكم بهذا لو كونت اللي هو اللي كيتسمى لو كونت تي هاد لوبيراسيون ديال امبلوا غوسورس امبلوا غوسورس. هاد لومبلوا غوسورس عندها اسم اخر. دونك لومبلوا كنسميوها دي بي غوسورس كريدي دي بي كريدي دي بي كريدي دي بي كريدي. وهذه هي لا بارتي دوبل. هي هذه دونك لا بارتي دوبل شنو كتقول؟ لوسكون ديبيت ان كونت اون دو نيسيسيرمون كريديتي ان كونت. ها هذه كتسمى لا بارتي دوبل. الميزان ليكيليبر هو هذا 10000 درهم هنا 10000 درهم هنا. هنا لا بارتي دوبل محققه كذلك. هنا في لي غوسورس في الكريدي 10000 درهم في الدي بي 10000 درهم. هذه هي la partie double. Qu'est-ce la partie double? Lorsqu'on débite un compte, on doit nécessairement créditer un compte ou bien plusieurs comptes. يعني ملي كنديبيتي واحد الكونت ضروري اما نكريديتي كونت واحد او مجموعه ديال لي كونت. Lorsqu'on débite un compte, on doit créditer. Lorsqu'on crédite, on doit débiter. هذه هي la notion de la partie double. La notion de débit crédit هي هذه. L'emploi ressource. Donc l'emploi هما لي ديبي, les ressources هما الكريدي. كنظن ان هاد لا بارتي هادي مفهومة ما فيهاش غموض ما فيهاش مشكل. ولكن شي سؤال ولا شي حاجة ما واضحاش أو شي حاجة ما تفهماتش فعندكم لي كومنتار ممكن تطرحوا أسئلة وممكن نجاوبوا عليها إن شاء الله تعالى. كنطلب من الله سبحانه وتعالى أنني كنت وفقت في هاد لابارتي هادي ودلوا كما أقول دلوا على الخير كفاعليه. ما تخليوش المعلومة عندكم نشروها ما بين الأصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم والناس اللي محتاجين لهاد المعلومة هادي ونعتبره ان شاء الله تعالى صدقه جاريه وعلم ينتفع به. لعل الله عز وجل يرحمنا بها في الدنيا وفي الاخره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.